عن عبد الله وعن أبيه العباس وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو أنه له واديان أحب أن يكون له ثلاث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. لو أن لابن آدم واديا من ذهب، الوادي هو سفح الجبل، وعندما تذهب للبلاد التي فيها جبال وسفوح وكذا إلى آخره، تجد أن الوادي هذا يعني شيء متسع. الوادي الصغير قد يصل مساحته إلى نحو 350 فدان، 350 فدان، مساحة كبيرة قوي. ده الوادي، وده الوادي الصغير يعني. طيب 350 فدان يبقوا لما نضربهم في قول 400 فدان، 400 فدان لما نضربهم في 4000 متر يبقى 1.6، يعني 1.5 مليون تقريبا متر مربع. تخيل بقى ان 1.5 مليون دول مليين ذهب. ذهب بقى بارتفاع قد ايه؟ قول بارتفاع متر. طيب 1.5 مليون متر مربع في متر يبقى ب1.5 مليون ذهب، 1.5 مليون متر مكعب. طيب 1.5 مليون متر مكعب من الذهب، تخيل هو ده بكم مليار، بكم تريليون، انك انت معاك 1.5 مليون. ايه بقى؟ هيبقى حسب كثافة الذهب، فالمتر من الذهب ده يجيله بتاع يمكن طن، فيبقى انا معايا 1.5 مليون طن ذهب، مش كيلو، ده طن. تخيل هذا المبلغ الضخم الكبير، هذا المبلغ الضخم الكبير لو أنه لإنسان، وهو كإنسان من غير تهذيب رسول الله له، من غير تربية، هو إنسان خلقي يريد أنه المتر يبقى مترين، عايز واديين. طب والمترين اشمعنى يعني؟ طب ما يبقوا 3، ما يبقوا 10. فلو أن له واديا من ذهب لا أراد أن يكون له وادي تاني. طب هتعمل بيهم إيه؟ ده أنت لو جلست تنفق فيهم أنت ومن تحب هيقعدوا معاك 200-300 سنة تصرف المبلغ الضخم ده كله. لكنه لا، هو يريد أن يكتنز الذهب والفضة، يريد الاستحواذ على الأشياء.